تشهد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تصعيدا غير مسبوق مع دخول الإجراءات الأمريكية الجديدة لزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصينية حيز التنفيذ، خاصة بعد فشل جولة المباحثات والتي عقدت الأسبوع الماضي في التوصل لاتفاق. تصعيد إضافي تشهده الحرب التجارية بين بكين وواشنطن مع دخول الإجراءات الأمريكية لرفع الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الصين حيز التنفيذ. بموجب الإجراءات تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على البضائع الصينية بنسبة 25% بما يشمل 47% من الواردات، لتستهدف أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكتفي بذلك، بل أمر بإطلاق إجراءات تتيح فرض رسوم جمركية على بقية الواردات الصينية وقيمتها 300 مليار دولار. وفي رد فعلها قالت الصين إنها ستفرض رسوما بين 5% و25% على السلع الأمريكية، مشيرة إلى أن رسوم الاستيراد الجديدة على السلع الأمريكية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو المقبل، مؤكدة أنها تنوي فرض رسوم استيراد على سلع أمريكية قيمتها 60 مليار دولار. الرد الصيني قوبل بتحذير من ترامب، معتبرا أن أي تصعيد إضافي في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن سيزيد الأمور سوءا. ويدعو الرئيس الأمريكي مصنعي بلاده إلى الإنتاج في الولايات المتحدة بدلا من استيراد البضائع الصينية تجنبا لدفع رسوم جمركية باهظة. وتبلغ قيمة الواردات الأمريكية من الصين نحو 540 مليار دولار في 2018، أي أن الولايات المتحدة تستورد بضائع بما قيمته 1.5 مليار دولار يوميا من الصين، فيما كانت الصادرات الأمريكية للصين أكثر من 120 مليار دولار فقط.